على أي حال من بيروت الأستاذ شادي نشاب المحلل السياسي بينضم إلينا عبر الهاتف. أستاذ شادي أهلا بحضرتك، هل هناك أي معلومات في وسائل الإعلام اللبنانية أو في وسائل التواصل الاجتماعي عن هذا الحريق الجديد في المرفأ؟ أول شيء مساء الخير لألك كافة المشاهدين الكرام. هذا الحريق الذي شرد كما ذكرتم هو في المنطقة الحرة، جعلت في منطقة الدورة في المنطقة الحرة لمرفأ بيروت. عادة كان يوجد هناك مؤسسات وشركات للاستيراد في تلك المنطقة الحرة. حسب المعطيات حتى الآن أن هذا الحريق نشب نتيجة ارتفاع الحرارة في لبنان لنستودع للإطارات السيارات وللزيوت، وكان هناك تهديد أو تحذير في الأسبوع الماضي من خطر نشوب الحرائق في لبنان بشكل عام ليس فقط في مرفأ بيروت بسبب ارتفاع الرطوبة وارتفاع الحرارة في لبنان. فمن الممكن، لأن في هذا المكان لا يوجد أحد الآن موجود في القريب من هذا المكان داخل هذه المستودعات لأنها مدمرة بشكل شبه كامل جراء انفجار 4 آب، من المتوقع أن يكون هذا نتيجة هذا الحريق هو نعم وبالتالي تأثر من خلال ذلك. طيب في أخبار طبعا المواطنين طبعا هناك زعر لدى بعض المواطنين بالتأكيد جراء انفجار بيروت، هناك تخوف من ان وجود ماده النترات الامونيوم تكون موجوده بجانب ذلك المستودعات. نعم. او ما شابه، ولكن اعتقد سوف يتم احتواء هذا الحريق. نعم. طيب في ايضا اخبار عن وجود يعني الدفاع المدني او يعني انتهاء هذا الحريق، هذه الصور مباشره من بيروت ومنذ فتره، يعني هل هناك محاولات لاطفاء هذا الحريق للسيطره على هذا الحريق؟ الدفاع المدني وصل؟ هل تم التعامل لدى حضرتك بعض المعلومات الخاصه بهذه المحاور؟ نعم، الآن ما يحاول أن يفعله الدفاع المدني بالتنسيق مع إدارة مرفأ بيروت أن يعلموا ما يوجد في هذه المستودعات في الوقت الحالي، هل يوجد أي مواد خطرة لكي لا يتم خطأ ما حصل في انفجار 4 بيروت عندما أرسل الدفاع المدني لاحتواء الحريق وعندها حصل الانفجار. فهناك الآن يجري التنسيق مع الدفاع المدني مع إدارة مرفأ بيروت، والدفاع المدني في طريقه حسب معطياتي إلى إطفاء هذا الحريق، لأنه أعلمتهم الشركات وإدارة مرفأ بيروت بأنه لا يوجد مواد كيميائية أو ما شابه من تلك المواد. فبدأ الوصول، سوف يبدأ الوصول قريبا الدفاع المدني لبداية إطفاء هذا الحريق، ولكن في اول لحظات لم يذهب الدفاع المدني الا بعد التنسيق مع اداره المرفأ وشركات الموجوده هناك، ولكن الدفاع المدني كما ذكرت سوف يصل في الوقت القريب. طيب استاذ شادي، على الجانب الاخر الخاص بمساله التداعيات لهذه الحرائق وهذه الحوادث اللي بتحدث في بيروت، طبعا نعلم انه ارتفاع درجه الحراره هو عامل اساسي، لكن ايضا هناك عوامل اخرى ربما كانت مطروحه في ما يخص المرفأ والانفجار الضخم وما زالت التحقيقات بتعمل، لكن فيما يخص الانتقادات الدولية، يعني في انتقادات دولية للتحقيقات الجارية لعدم شفافية هذه التحقيقات، عدم وضوحها حتى الآن، وأيضا ما زال في حالة من الحوادث بتستمر للحرائق، وهذا بيثير قلق وهواجس المواطنين كما ذكرت حضرتك. إلى أي درجة بترى من الممكن أن تتصرف الحكومة اللبنانية في هذه الحالة المتوترة أصلا؟ للأسف ما زالت السلطة السياسية في لبنان تتعاطى في ملف انفجار بيروت كما أنها تتعاطى في ملفاتها الأخرى التي كانت تتعاطى فيها بطريقة المحاصصة السياسية والضغط السياسي لمنع المحاسبة والمساءلة. فعلى سبيل المثال بالامس مدير عام الجمارك الذي هو احد اهم المسؤولين يعني في مرفأ بيروت تم تحويله من السجن الذي يحكم به بسبب مذكره التوقيف الى سجن في مديريه الجمارك، وكان وجميع اللبنانيون يعلمون ان في مديريه الجمارك لا يوجد سجون، فاخرجوه من السجن الى مكتب معزز مكرم. فهذا هو مثال على ان هذه السلطه السياسيه
تحاول الهروب من المحاسبة والمساءلة، لأن إن تم محاسبة ومساءلة هؤلاء الموظفين الكبار تصل المحاسبة والمساءلة إلى وزراء وأكثر من وزراء بسبب التقصير الذي تم بسبب حادثة أو كارثة انفجار بيروت. والحريق الذي نشب اليوم بسبب وجود الزيوت والإطارات وغيرها من المواد في هذه المستودع هو دليل على إكمال الإهمال لدى هذه الطبقة السياسية، خصوصا أن جميع اللبنانيين كانوا يعلمون أن منذ أسبوع كان هناك تحذير من نشوب حرائق في لبنان وأطفوا هذه المواد. صحيح. في هذا أيضا سؤال آخر، لأنه هذا كان طرح بعد انفجار مرفأ بيروت والآن يطرح من جديد، يعني معروف أنه هذا الوقت بيشهد ارتفاع في درجات الحرارة، وطبعا بالتأكيد حضرتك تابعت ما حدث في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، ومن المفترض أنه يكون في الحسبان حدوث حرائق في بعض الأماكن في لبنان. هل تم وضع خطة؟ هل تم التصرف على حسب هذه التوقعات؟ حاول الجيش اللبناني ما يعمله أن يزيل كافة المواد الكيماوية والمواد التميترات الأمونيوم التي كانت موجودة في جوار عنبر رقم 12، ولكن لم تعمل الجهات اللبنانية الأمنية وغير الأمنية من إفراغ كافة المستودعات الموجودة في مرفأ بيروت. صحيح. وذلك بسبب أنها كانت تركيزها على المواد الكيميائية والمواد الخطرة الموجودة في المرفأ، ولكن ذلك لا يبرر ما عملوا، خصوصا بعد حدوث هذا الانفجار ووجود هذه المواد المتسربة داخل مرفأ بيروت. على الجهات المختصة أن تعمل على إفراغ مرفأ بيروت من كافة هذه المواد وكافة المواد المشتعلة التي ممكن أن تؤدي إلى حرائق في مرفأ بيروت، لكي يتم هذا المرفأ ليصبح أكثر سلامة وعدم وقوع في خطأ آخر. وأريد أن أقول الآن أن الدفاع المدني لقد وصل إلى منطقة الحريق وبدأ بمحاولة إطفاء الحريق، وأيضا الجيش اللبناني يطالب المواطنون من عدم التوجه الى تلك المنطقه خوفا من نشوب الحريق بشكل اكبر وتضرر المواطنين. نعم. الان لا يوجد اي اضرار شفافيه او لا اي. اشكرك جزيل الشكر الاستاذ شادي نشابة المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، كما نتابع هذه الصورة المباشرة من بيروت وتحديدا من مرفأ بيروت، كما ذكرنا منذ قليل أنه وردت معلومات بحريق اندلع اليوم منذ قليل في مرفأ بيروت وتحديدا في منطقة السوق الحرة حسب البيانات التي وردت من وسائل الإعلام اللبنانية المحلية، وأيضا في مستودع تحديدا، يعني في مستودع بيحوي رواسب زيوت وإطارات، وحتى الآن لم تعرف الأسباب الحقيقية وراء هذا الحريق، لكن كما رجح لنا الأستاذ شادي وكما أيضا يرجح البعض إنه ارتفاع درجات الحرارة هي ربما تكون السبب في هذا الحريق، خصوصا وأنه هذا المكان لا يوجد به مواطنين ولا يوجد به عمال بعد حادث الانفجار الضخم الذي حدث في 4 أغسطس. ويبدو أنه أيضا من حديث بعض اللبنانيين أنه لم يتم إزالة كل الرواسب من هذه الأماكن.